اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مش انا اللي بعملها، حضراتكم اللي بتسالوا على السوشيال ميديا واسئله كتير، ويا شيف مغازي عايزين ناكل من ايدك فراخ مشويه. فاحنا بنحدد يوم الاثنين من كل اسبوع بقدر الامكان ناخد الاسئله ونجاوب عليها عملي واحنا بنشوفها مع بعض. هعمل فراخ مشويه النهارده، معايا جوز فراخ حلوين، وزن الفرخه لا يزيد عن كيلو جرام. تجيب الفراخ الصغيره لما تحب تشويها، هنشويها بالاعشاب والثوم وزيت الزيتون، حاجه لطيفه جميله كده واخده المطبخ الطلياني بخفه دب مصريه. هنقدم معاها رز بالزعفران، رز بالجزر مع الزبيب واخد لون الزعفران اللطيف، يتعمل بالرز البسمتي. ولكن الرز البسمتي يا شيف مغازي معانا مشكله معاه، مش بناكله زي بره، فهنشوف ازاي نعمله زي المطاعم ما بتعمله، بيبقى طعمه لطيف وحلو. يتعمل بقى بشوربه الفراخ، يتعمل بين اصابع ايدك العشره، الطعم يجي منين؟ دي الخبره الطهويه هنشوفها مع بعض ان شاء الله في تفاصيل الحلقه بتاعتي. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتير ومعلومه غير معلومه، وفي اسئله كتير من خلال السوشيال ميديا حضراتكم بتسالوها هنجاوب عليها من خلال الحلقه واحنا شغالين مع بعض. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. عايز اعمل شويه رز حلوين كده واوري الشطاره بتاعتي في عمايل الرز، لان مشاكل الرز البسمتي دايما لما بتحط على السفره بتاعتنا بيبقى الطعم في سكه والشكل في سكه. انا هعمل دلوقتي رز بالزعفران، مقاديره على الشاشه، جزر مبشور ورز بسمتي معانا، ومعانا من البصل بصلايه ناعمه وزيت زيتون ومعلقه زبده، هي دي المقادير، وورق لورا وحبهان وشويه زعفران. المقادير على الشاشه في متناول الجميع، بسيطه وسهله. ممكن نحط قرن فلفل حار كده للامانه علشان الرز يبقى سبايسي شويه ويبقى له فليفر كده لطيف وحلو، لان الفلفل الحار في تسويه الرز مهمه جدا. حلو الكلام؟ طيب تعالوا نعمله مع بعض سريعا واحنا شغالين كده. حل على النار، يا نعم. والمقادير على الشاشه، صورها بالتليفون او اكتبيها ورايا تاني. بيسالوا على السوشيال ميديا، شيف مغازي باكل الرز البسمتي بره في المطاعم مش زي اللي انا بعمله في البيت، اعمل ايه؟ خطوه خطوه معايا. اول حاجه بحط هنا معلقه زيت صغيره، وعلى معلقه الزيت دي يا عم الشيف ممكن معلقه سمنه او زبده، انا هستخدم للامانه معلقه سمنه. حلو الكلام؟ والسمنه بتدوب مع الزيت. بعمل ايه؟ بحط الورق اللورا عشان السمنه والزيت ياخدوا الفليفر، بحط شويه حبهان حلوين كده زي الفل، تمام. بحط بصلايه في سكتي كده مفرومه ناعمه، تحميرها بيدي طعم للرز، مدرسه الصياديه. واسيب دول يتشوحوا على النار، هو ده الطعم. تاني. حلو قوي وانا شغال. انا عايز بس نشوف التكنيك العالي لعمل شويه رز برياني، اللي هو الرز بالزعفران اللي بناكله في بعض المطاعم ونقول مش معمول ليه زي المطاعم. انا حطيت معلقه زيت ومعلقه سمنه، حمرت بصلايه صغيره مع ورق اللورا والحبهان، خدوا اللون ده كده علشان اكسب وقتي وانا شيف شاطر. الرز البسمتي حطيته في شويه ميه مغليين. يا ويلي يا ويلي على المطبخ. استوى الرز. هو ده. اللهم صل على النبي. واقلب الرز ده يا عم الشيف بالخلطه دي. زي الفل. نقلب كده. واقفه في المطبخ رايقه، كل حاجه معاك نظيفه. اقلب الخليط اللي انا كنت بحمره من شويه في قلب الرز. لسه ما خلصتش. فين الجزر؟ حالا. انا عايز بس الانسجام ورق اللورا مع الحبهان، لان الزبد السمنه والزيت واخدين الطعم، فانا افلفل الرز مع الزيت والسمنه، دي المدرسه الطهويه بتاعت المغازي. فكره ان انا احمر الورق اللورا والحبهان في الزيت والسمنه علشان ياخدوا الفليفر والطعم بتاع الحبهان. ننزل بالجزر يا عم الشيف. يعني انا حولت طبق الرز ده لفيتامين سي، لقيمه غذائيه عاليه جدا، ما اكلش نشويات وبس، لا، وجود الرز، وجود الجزر في قلب الرز يعني فيتامين سي. شايفين الجزر مع الرز؟
ايه الجمال وايه اللون الحلو ده يا عم الشيف؟ لسه ما خلصتش، ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نقدم الاكل بتاعنا البسيط الحلو ده الغير مكلف ولكن علميا وفكريا وطهويا وخبره طهويه، ازاي تشوي فراخ تاخد طعم الاعشاب بنفس الطعم اذا كان روزماري او زعتر مع ثوم وزيت الزيتون وشويه رز بالزعفران طعمهم زي اللي بتاكلهم بره، ما بال احسن لانك انت عاملاهم باصابع ايدك العشره او هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نقدم الفراخ ازاي، وانا في الفاصل المخرج بيقول لي ايه اللي انت بتحطه ده، عايزين نحطه على الهواء مع بعض كده ونقول للساده المشاهدين. معاك حق والله، شفتوا ازاي المخرج بيحب حضراتكم. تعالوا نغرف الرز مع بعض. جاهز معايا معلقه زعفران صغيره كده بتنزل في قلب الرز كده زي الفل، ونشيل ده من هنا عشان الاطفال الحلوين لما يخشوا المطبخ، ده مهم جدا على فكره الالوان ديت ما تخليهاش في طريق الاطفال. ونقلب الرز بتاعنا، شويه رز زبده فل تمام. تعالوا مع بعض نغرفه بسرعه. يلا اللهم صل على النبي. انا عايزك لما تعمل الرز ده حط في الاعتبار ان الملح بتاعك يكون مظبوط، لانه وارد ان احد افراد الاسره مش بيحب الملح زياده، الرز بالذات ممكن نزود ملح واحنا بناكل. اللهم صل على النبي. الرز استوى ازاي يا شيف بوغازي؟ وانت بتقول اقل حاجه ساعه نص ساعه على النار هاديه. انا وانا بحضر الشغل بتاعي اللي هو المزمبلاص يعني، الرز ده اتحط في ميه مغليه فانا كسبت وقت هنا. وارد برضو انك تعملي نفس الشغل اللي انا بعمله ده كده، وتقف في المطبخ رايقه كده وفايقه في الزحمه. الله، ما تخليش ميته تنشف كتير. يبقى نازل بالشكل ده كده، الشكل الانسيابي ده. اللهم صل على النبي. زي الفل. جارنش بتاعنا عود نعناع حلو كده، تعملي زي اخواننا في المطاعم يزينوه بالفلفل. تبقى عايز الجو ده ما عنديش اي مشكله، ممكن اعمل لك حاجه حلوه. اللهم صل على النبي. بجيب بلانشه كده وسكينه، كل ده الفراخ على النار بسيبها لاكبر وقت ممكن. الجو ده حلو، الاولاد بيحبوه، اللي هو الجارنش بتاع الطبق البرزنتيشن يعني بالشكل ده كده. خلص الكلام، تعالوا نقدم الفراخ مع بعض سريعا في الطبق الحلو ده كده. ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ حلو، استوت ريحه الزبده بعد تسويه الفراخ بتدي طعم تاني خالص. اللهم صل على النبي. فراخ مشويه بالاعشاب. سمعنا الصوت ده كده؟ هو ده عينيا. خلاص بس ارص الفراخ الرصه الحلوه دي كده، الصوت الحلو ده اللي الصوت اللي جوع ده بجد والله، صوت الفراخ وهي بتتحمر في قلب الزبده الشوي ده كده مهم جدا. ايه الجمال ده يا عم الشيخ؟ وما خدتش وقت. عينيا الله عليكي، انت بنت حلال. شفت بتقول لي ايه؟ ايه رايك لو خدت شويه الزبده الحلوين مكان تحميل الفراخ دول وتحطهم على وش الرز؟ هو ده الكلام وده المطبخ. يا ويلي يا ويلي، اللهم صل على النبي. هو ده مطبخنا. اوبا، على شاشه القناه الاولى ايا كان الوقت بتاعنا بيحكمنا نظرا للاحداث السياسيه والانجازات العظيمه اللي بتشهدها مصر في ظل الاوضاع الحاليه، والحمد لله ودي نعمه من ربنا نشكر ربنا عليها للامانه. بنقدر ان احنا ناخد وقتنا على شاشه القناه الاولى ونبسط حضراتكم باكله حلوه،
يعني نشوف شويه رز بيتعملوا ازاي، فراخ مشويه ازاي، وباقل وقت ممكن نعمل حاجه حلوه، وبعلمك ازاي تخش المطبخ في نفس الوقت بسرعه تعملي حاجه سريعه. جوزك عزم حد فجاه، حماتك جت خبطت الباب فجاه، عايزين نعمل اكل للاولاد ومع وزنين في الوقت، وهكذا من المثال. رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.